نهاية جولة التاسعة الإخبارية مشاهدينا، ولكن التاسعة لا تزال مستمرة مع يوسف الحسين. طبعا كما جرت العادة بطل الدوري. ازيك يا أبيب؟ ازيك يا رجل؟ عاملين ايه؟ مساء الخيرات. كله تمام؟ طبعا احنا عايزين قبل ما نتكلم أو الخبر الأبرز طبعا، وانت مبسوط اكيد، بس هو الخبر الابرز هو عوده رعايا المصريين في من افغانستان. بس قبل ده عايزين نبارك لك طبعا على الدوري. الزمالك تقريبا قاب قوسين او ادنى، يعني خلاص هياخد النهارده الدوري المفروض. الخبر الابرز والاهم بالتاكيد عوده المصريين اكيد طبعا. قاب قوسين او ادنى، ليه قاب قوسين او ادنى؟ هو خلاص هو المفروض الاهلي متعادل 1-1 والزمالك غالب 1-0، يبقى خلاص ما فيش قاب قوسين او ادنى، هو بطل الدوري يعني. طبعا بارك لي يا رجاء، يعني انا عارف ان انت روحك رياضيه كاهلاوي اكيد طبعا، فانت احنا بنبارك لك طبعا على الهواء الدوري، وتقول لي كمان ده كمان كل سنه كنترول ان الاهلي خسران 1-0، انا فكرت متعادل 1-1. انا سمعت انه تعادل فعلا. لا هو التصحيح للمعلومه كمان الاهلي خسران 1-0، يعني رسميا مبروك عليكم الدوري. الحمد لله، هذا من فضل ربي. الزمالك بذل مجهود كبير جدا يا جماعه، ده عاده الزمالك انه يقدر يحقق بطولات عظيمه زي كده، وانا اعتقد انه حتى السنين اللي فاتت اللي ما حققناش فيها البطوله ان شاء الله ان شاء الله كل سنه الدوري عند الزمالك. الاهلي فوت لنا شويه يا عم رجاء، بس انا كحد اهلاوي صميم يعني انا مبسوط والله ان الزمالك النهارده السنه دي هياخد الدوري. اعتقد انت تشاركين، انت اهلاويه صميمه أكيد. يعني انا مبسوط ان الزمالك هيكسر القاعده وياخد السنه دي الدوري يعني. لا بس يعني احنا طبعا الكلام ده كله يعني كلام زي ما نقول كده يعني بالانجليزي جاست فور فان يعني اكيد طبعا. لكن طبعا ده بيرجعنا لحديث مهم جدا، حديث يوسف الحسيني وبرده كان مع سياده الرئيس في موضوع اللي هو عدم التعصب وما الى ذلك، ولكن برده ده ما يمنعش مبروك برده. ما احنا اهو احنا كاهلاويين بنبارك للزمالك والله يعني فعلا مش هزار، ولو احنا خدناها جد 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 يعني طبعا انا شخص فعلا مش هزار، انا مش متعصب خالص 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 على الاطلاق. ودايما تلاقيني اشجع الاهلي في المباريات الدوليه، والله بقى في البطولات المحليه بتاعتنا طبعا اشجع الفريق بتاعي. الاقي النهارده رجائي بيهنيني وانا عارف ان هو بيهني بجد، اكيد هو زعلان انه الاهلي ما خدش الدرع بتاع الدوري، وده طبيعي فريق ما خدش البطوله. طب يوسف احنا كنا بنتكلم بدون مقاطعه عليك، بس عشان عمالين طه بيستعجلنا يعني المخرج، احنا كنا بنتكلم على عودة المصريين اللي كانوا في أفغانستان في كابل. طبعا الموضوع ده يعتبر من أهم الأخبار النهاردة أو من أهم الأحداث كمان، لأنه هو بيرسخ قيم معينة بالنسبة لسياسة الدولة المصرية، وهي طبعا الحفاظ على المواطنين المصريين أينما كانوا في أي مكان وخاصة في مواقع الخطر. هتتناول الموضوع ده في الحلقة طبعا أكيد. يعني كان حظي امبارح كويس جدا واتشرفت بأن أنا كنت موجود على الهواء في أثناء التغطية بتاعة وصول الطائرة المصرية إلى أرض الوطن مرة تانية، حاملة 43 مصري هم الجالية المصرية اللي كانت موجودة في أفغانستان. كنت زي ما أقولك سعيد ومتشرف، وإن كان دايما الصحفي طماع يعني كنت أقول يا سلام سلم لو كنت أنا في كابول دلوقتي، يا حاجات زي كده. حتى زمايلي تروح كابل قلت لهم انا اروح اخر بلاد الدنيا، بس ده شغل صحافه، ده الشغل بقى صحيح. اللي بيمتع يعني. فهنتناوله تاني النهارده ولكن بمنظور او بزوايا اخرى. تمام، واحنا هنتابع معاك وهسيبك تبتدي حلقتك اكيد. مشاهدين برضو في انتظار برنامج التاسعه اليوم، حلقه برنامج التاسعه اليوم مع الاعلامي يوسف الحسيني. ندعوكم مشاهدينا الكرام لمتابعه هذه الحلقه. شكرا يا أميمة، شكرا رجائي، وأشكر كل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.